دكتور عبير؟ اولا بيبدا التسجيل عن طريق الموقع الالكتروني، نعم، لوزاره الصحه. بعدها بيتوجه المواطن الى ارض المعارض، لما بيجي له الرساله ان هو يتوجه الى ارض المعارض بتاريخ محدد. نعم. يتم استقباله في المنطقة المحددة للانتظار. نعم. بعدها بيتم توجيهه عن طريق الإلكتروني. نعم دكتور. للتوجيه إلى العيادات الداخلية. بعد إذنك في صدى صوت، معلش لو ممكن نوطي صدى الصوت لأن أنا مش سامعة. أنا أسمعك بوضوح دكتور عبير، تفضلي نسمعك جيدا. بعدها بيتوجه عن طريق العلاقات العامة، يتم توجيه العاملين إلى المواطنين عن طريق العلاقات العامة إلى العيادات الداخلية. يتم التأكد من وصول الرسالة إلى المواطن، وبعدها يتوجه إلى الموافقة المستنيرة، ويتم تحديد اللقاح الذي سيحصل عليه المواطن. بعدها يتم تلقيه اللقاح المناسب حسب حالته الصحية. ماذا عن الطاقة الاستيعابية للمركز لديكم وحجم المواطنين الذين ترددوا عليه؟ الطاقة الاستيعابية عندنا 96 عيادة، عبارة بتستوعب في خلال اليوم 10,000 مواطن. نعم. عدد المواطنين الذين ترددوا عليكم في الأيام السابقة؟ المواطنين طبعا في إقبال شديد على المكان، بيتوافدوا يعني بعدد، في إقبال شديد، وتقريبا وصلنا إلى أكثر يعني من 40,000. هل هناك تسهيلات لكبار السن لذوي الحاجات الخاصة؟ ايوه، في عندنا طبعا تسهيلات لذوي الحالات الخاصة، في الكراسي المتحركة بيتم تقديم الخدمات لهم، وبيكون لهم أولوية طبعا في الدخول لتلقي اللقاح. يعني اخيرا عندنا دكتور، طبعا العلاقات العامة الموجودة في المكان. نعم تفضلي. اخيرا دكتور عبير، العلاقات العامة اولا بتشوف الحالات الموجودة. نعم تفضل. ان كان لك رساله تريدين توجيهها للمواطنين المصريين باهميه الحصول على هذه اللقاحات. انا بطالب كل المواطنين بسرعه التسجيل للحصول على اللقاح، لاننا الوقايه من مرض كورونا هيقي كل الشعب وكل المواطنين ويمنع من انتشاره. يحفظ الله مصر وشعبها. شكرا جزيلا دكتور عبير السعيد، نائب مدير المركز الرئيسي لتلقي لقاحات كورونا بأرض المعارض، كنت معنا مباشرة على الهواء.